مرحبتكم انا وش الناس كلها لسانا مرحبا بكم كي العاده في نسبه تتكاش الجوري تعرفوه بتبيع ربحكم برشا فلوس كيفاش كي تشاركوا معنا وتبعثوا لنا اس ام اس تكتبوا فيه تتاع 85 85 8. نذكركم اللعبه هذه خاصه بمشتركي اتصالات تونس اي خاصه بمشتركي اتصالات تونس تبعثوا لنا اونكور اوت فون نذكركم اس ام اس تكتبوا فيه تتاع 85 85 8. تعدوا التليفون الاول. الو 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 عسلامة خويا مرحبا شكون معنا؟ الو الو وي مرحبا خويا شكون معنا؟ عسلامة عسلامة سيدي عسلامة شكون معنا خويا؟ مع قيس عامري قيس منين تكلم فينا قيس؟ من ولاية سيدي بوزيد من ولاية سيدي بوزيد ايه مرحبا بك ومرحبا بسيدي بوزيد يا قيس اي خويا هذا التابلو 3-2-1 توب عندك انت خويا يلا تسعة 8-7-5-4-3-2 اللي بعده يلا 7-5-2-4-3-2 حطوا لي 2 2 اللي بعده يا اخي يلا نقصها 6000 زوز بشويه خاطر الفلوس قاعده طايره تيران خويا 6-5-6-4-6-4-2-1-0-2 4-5 يا فايز اللعبة هذي عامين أخرين تدخل المكتب راه اللعبة هذي تو عندها 3 سنين هم برانسيب عامين أخرين تدخل المكتب وانت ما فهمتهاش الازرق في بلاصتو الاصفر صحيح ويتبدل الجري ما عادش تعاود ويزمك تقول الارقام فيسه فيسه باش تربح برشا فلوس باه باه توا تنجم تربح 150 دينار كان تقول ايزي سي لا ثم 500 في اللعبه تكمل ولا 150 دينار اي 150 كان تقول ايزي لا نكمل كمل هاي كمل خويا اسمعني ركز معايا ريتو رقم 2 الاخر هذاك ديما خليه في بلاصته. اي خليه. باه وابدا برقم 2. باه. يعني تو تقول 9-2 وتواصل. يلا 3-2-1 توب عندك انت يلا. 9-2-4-7-5-4-2. ادي الجري ما عادش تعاودوا. هاي 9-2. 9-2 من بعد 2 حط 3 3 ومن بعد 3 4 الله عاد سامك يا اللي شوف الفم 1 عندي لا هدي الجري ما تعاودوش ما عاودتوش الجري الأربعة باش بالأصفر باهي 3 باهي قول 7 7 2 حطوا له 7 2 7 2 أوفر هذوما برا خويا 2-3 9-2 وبعد 3 وفيها الوقت 6 سلامان قيس ان شاء الله المرة الجاية خويا مشكور ربح معنا 300 دينار تتكاش يا مدام رملة الهرني من جندومة مبروكين عليك 300 دينار تتكاش تليفون ثاني الو 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 عسلامة مرحبا محرزية عسيمة خويا أيمن مرحبا مدام محرزية شنو حوالكم؟ الو وي مرحبا منين تكلم فينا مدام محرزيه؟ حي تضامن اي مرحبا بيك ومرحبا بحي التضامن انا كل متضامنين معاك احنا انا واحد بالناس باش نتضامن معاك مانيش نسمع فيك بالبيرة ترى تحرك يمين يسار شويه القى الريزو ترى صفاء هكا اعطينا التابلو صفاء نسمع هذا التابلو ركز معي بالكدا قول الارقام بطريقه واضحه وسهله ومسترسله ازري بيدو في تخو يلا 3-2-1 توب عندك انت يلا محرزيه 3-4-7-8-0-5 5 باهي برشا 3-4-7-8-0-5 باهي اللي بعده ابدا بالخمسه توا ترى باهي 9-4-4-3-1-2-0-5 باهي رقم خمسه ابدا به الاول باهي عايشك باهي 5 ها واحد نو نو
خمسة ثلاثة ثلاثة ستة خمسة فرق. هكا تو ركز يا بنتي ركز ركز اغزل التابلو ركز قلنا الناس كل متضامنين معك عايشة ستوب حتى زملاء في الحافلة كيما يقولوا متضامن معك انت قلت خمسة ما حتش خاطر اون برانسيب ظاهر الرقم شنو هو تو خمسة صفر لا يا محرزية تو هكا تو باهي استنى استنى خلينا نحكيو محرزية باش تكمل ولا يا بنتي يا من أربعة واحدة واحدة باش تكمل ولا نكمل باهي ماهوش أربعة ماهوش خمسة الرقم الأزرق يقعد في بلاصته وأنت دبر راسك ثلاثة فين واحد توب عندك أنت يلا عايش خمسة لا ما تمش خمسة لازرق لازرق في بلاصته يا مهرزية لازرق في بلاصته لازرق في بلاصته يا مهر يا مهرزية اخسر المحاولة الأولى ب تسعة يا مهرزية المحاولة الأولى أربعة يا مهرزية قول صفر صفر إي وبعد صفر إيش فما يا مهرزية أربعة يا مهرزية لا يا مهرزية قول صفر إخ صفر عايزك عايز ما عملت شيء راك أنت صحيحة برا برا خمس خمسة 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 صفر ثلاثة ثلاثة صفر ثلاثة أربعة صفر حط أربعة صفر صفر ما شكلها أربعة صفر يا مهرزية اكتب ألف مرة ألف مرة توا اقعد في الدار اكتب الأزرق في بلاصتو الأصفر صحيح ويتبدل القري ما يتعاودش ألف مرة وابعثهم لي في جواب بالأدريس تاع اسمك كي نقاك ألف مرة تعاود تشارك معي هاي تعايا ليك في الأمان باي باي ثم شكون باه معنا زاد 300 دينار تيتا كاش هو سي محمد رويهم من نابر باه معنا 300 دينار تيتا كاش أنا تعدوا لو جوتشو ميزيك تيليكوم توب جينجر ألو ألو عسلام عسلام شكون معي؟ سي عسلام يا دي وينك شكون انت؟ الو الو انا بسمة شوكات من دير علي انت بسمة شكون؟ شوكات من دير علي ولاد فاق وانت طيب انا ايمن عمار من قناة نسمة من الحمامات اما توا في رادس باهي شنو امورك لاباس؟ في بالك اللي انت توا على نسمه مباشرة ولا؟ اي باهي حل حل تلزم حط نسمه تلقى واحد هاك تسمع فيا سيدي أي. في بالك اللي انت تشارك معايا في نسمه تتكاشر في بالكش؟ اي باهي هيا بسمه هيا سيدي يا ابن سيدك قال لك باش نسالك سؤال جاوبني على السؤال هذا صحيح تتعدى للتابلو تلقى تابلو في التلفزه تختار منه رقم من الارقام اعطيونا التابلو ترى ديريكت خنسهلوا له هذايا برا هذايا التابلو بعد ما نسالك السؤال انا باش يجيك التابلو هذا تختار رقم باه ركز معايا بس ما قال لك يا سيدي يا ابن سيدك مع لوفر دي باس نتاع اتصالات تونس لوفر هذا يخول لك انك تربح 30 دقيقه من المكالمات صالحه فيرتوت اوبيراتور يعني للزوبيراتور تليفونيك الكل وقت اللي تحصل وقت اللي انت تتكلم قداش يعني قداش قداش لازمك تتكلم في التليفون من دقيقة باش تنجم تربح 30 دقيقة بلاش مع لوفر دي باس زعما لازمك تتكلم 10 دقائق وإلا 60 دقيقة قول 10 دقائق يا بس مع 10 دقائق صحيح هاي هذا التابلو اختار رقم من الأرقام اللي مقابلينك يا بس تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين ربحت 250 دينار تيتا كاش يا بسمه وانت ما في بالكش هاي مبروكين عليك هذوما من اداء اتصالات تونس وقناه نسمه واللعبه اللي لعبت فيها انت اسمها نسمه تيتا كاش دونك ولا انتم كان ما في بالكم زاد تنجموا تبعثوا توا باش نقول لكم كيفاش وعلاش تبعثوا اس ام اس اكتبوا فيه تيتا على 85858 ويزنكم تكونوا بالطبيعه من مشتركي اتصالات تونس باش تشاركوا معنا تربحوا معنا عندك كادو تشيزي تيليكوم مره 3 ملايين ولا 300 دينار تيتا كاش انا نتمنى لكم سهره طيبه على قناه نسمه تشاو باي باي